أهلا بكم. كشفت إحصاءات رسمية حكومية عن وجود نحو 4 ملايين عاطل عن العمل في العراق وارتفاع نسبة العمالة بين الأطفال. ويقول الجهاز المركزي العراقي للإحصاء إن 10.8% من القوى العاملة في العراق تعاني من البطالة بشقيها السافرة والمقنعة. مشكلة البطالة في العراق هي ما سنبحثها في حلقة الليلة من طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: كيف تفاقمت مشكلة البطالة في العراق على هذا النحو الذي عليه الآن؟ وهل أسباب تفاقم مشكلة البطالة في العراق اقتصادية فقط أم أن لها أسباباً سياسية؟ وما هو الدور الفساد الحكومي بنوعيه الإداري والمالي في تضخم هذه الظاهرة؟ وهل ثمة برنامج اقتصادي حكومي لمعالجة هذه الظاهرة أو حتى كبح جماحها والتخفيف من اندفاعتها؟ تفاقمت ظاهرة البطالة في العراق نتيجة تعدد أنواعها وتداخلها بسبب تعثر جهود التنمية وتفاقم الديون الخارجية والظروف السياسية والأمنية المستمرة منذ عام 2003 والفساد المالي والإداري واختلال حزمة القوانين الاستثمارية وسوق العمل وحركة الأموال. فوفقا للإحصاءات غير الحكومية، يأتي العراق في مقدمة دول المنطقة بنسبة بطالة تقدر ب 59% من حجم قوة العمل، حيث تتكدس في أغلب مؤسسات القطاع العام أعداد كبيرة من الموظفين والعاملين بشكل يفوق الحاجة الفعلية للعمل، ما يسبب وجود عمالة زائدة أو فائضة لا تنتج شيئا تقريبا، وهو ما يعرف بالبطالة المقنعة. آخر التقارير الدولية المرافقة للقروض الدولية التي استلمها العراق أكد أن وقت الإنتاجية للعامل في المؤسسات الحكومية العامة من 10 إلى 15 دقيقة في 8 ساعات، وهي مدة الإنتاج الرسمي. أما فرص العمل التي توفرها الدولة فإنها لا تستطيع استيعاب كل خريجي الجامعات العراقية، لذا ظهرت المشكلة المتعلقة ببطالة الخريجين داخل ظاهرة البطالة العامة، وهكذا اتسعت القضية من إشكالية إلى ظاهرة فأزمة، وصولا إلى إمكانية توصيفها بالكارثة التي تتطلب وضع خطة معالجة جدية. وكالة USAID الأمريكية في تقريرها الخاص عن الباحثين عن الأعمال في العراق أكدت أن أفواج العاطلين عن العمل أصبحت مقلقة في ظل أنواع البطالة التي تضرب حركة العمل برمتها. وبيّن التقرير أن من بين الإشكالات التي عمقت من أزمة بطالة الخريجين هي عدم وجود ملائمة بين مخرجات التعليم في العراق ومتطلبات سوق العمل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي تبحث في مشكلة البطالة في العراق. ضيوف الطاولة كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي سيكون معنا عبر الهاتف لهذا اليوم، دكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين، وسيكون معنا أيضا من مدينة البصرة الدكتور نبيل جعفر المرسومي أستاذ مادة التنمية والتخطيط في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة البصرة. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. لو بدأنا، أهلا دكتور، لو بدأنا من البصرة مع دكتور نبيل المرسومي. دكتور مساء الخير إذا تسمعني. أهلا وسهلا، مرحبا دكتور. البطالة في أهلا وسهلا، البطالة في العراق لا زالت مشكلة اقتصادية كنظيراتها من المشاكل الاقتصادية الموجودة في كل الاقتصاديات في العالم، كالتضخم كساد وما إلى ذلك، أم أن المشكلة مشكلة البطالة في العراق تحولت من مشكلة اقتصادية تقليدية إلى ظاهرة قد هناك من يتحدث أنها خرجت عن السيطرة؟ نعم، الحقيقة هي لم تعد مشكلة اعتيادية وإنما مشكلة مستعصية لها تداعيات اقتصادية واجتماعية عميقة. من الناحية الاقتصادية هي تسبب تدهور في المستوى المعيشي وتفاقم في حالة الفقر، ومن الناحية الاجتماعية هي تنعكس سلبيا على الاستقرار والسلم الاجتماعي وتدفع إلى ارتكاب الجريمة وتعاطي المخدرات. الحقيقة إذا
نريد نحلل ظاهرة البطالة في الاقتصاد العراقي لابد لنا من تحليل سوق العمل أصلا، لأن سوق العمل كظاهرة كلية مرتبط ببنية الاقتصاد الوطني العراقي. سوق العمل في جانبين، جانب عرض العمل وجانب الطلب على العمل. جانب عرض العمل من ناحية الكمية يعتمد على حجم السكان، ومن ناحية النوعية يعتمد على مخرجات العملية التعليمية. عدد السكان في العراق من جانب العرض هو 37 مليون إنسان، معدل النمو الاقتصادي 2.6%، هذا يعني أن سكان العراق يزدادون سنويا بمعدل حوالي مليون نسمة. الملاحظ على الترتيب العمري للسكان في العراق هو غلبة الطابع الشبابي، 21 مليون إنسان هم في سن النشطين اقتصاديا من 15 إلى 64 مليون نسمة، هذا يعني أنه عدد السكان في العراق يزداد بمعدل مليون نسمة، نصفهم تقريبا يتحولون إلى قوة العمل، وهذا طبعا ما يفاقم من مشكلة البطالة. المسألة الثانية أنه في جانب الطلب، الحقيقة طبيعة العملية الاقتصادية نمط التنمية الاقتصادية في العراق يرتكز على محور واحد وهو قطاع النفط، وهو قطاع كثيف رأس المال خفيف العمالة لا يستوعب سوى جزء ضئيل جدا من إجمالي قوة العمل. يعني قطاع النفط اللي يساهم بنصف الناتج المحلي الإجمالي وفي 99% من صادرات النفط العراقية لا يساهم إلا في استيعاب 1% من إجمالي قوة العمل. إذن المشكلة هي مشكلة تنموية مستعصية تتطلب تغيير في النهج الاقتصادي للعراق، لأن اللي يولد طلب على قوة العمل هو القطاعات الاقتصادية وما قدرتها على النمو، بمعنى أنه العلاج مشكلة البطالة تتطلب أن التنويع في الاقتصاد الوطني العراقي واستنهاض النشاطات الإنتاجية وخاصة الزراعة والصناعة والقطاع الخدمات ذات الصلة بالقطاعات الإنتاجية. ولذلك نقول إحنا مشكلة اقتصادية مستعصية، حقيقة بيانات وزارة التخطيط غير دقيقة. المسألة لا تتعلق ب 10.8% معدل البطالة، رقم أكبر بهذا بكثير، لأن هذا الأمر يرتبط بمعدل الفقر أيضا بالعراق اللي هو يتجاوز 23%، وهي معدلات طبعا معدل البطالة الفقر في العراق جدا كبير. هذا يبقى أيضا جانب من دكتور إذا سمحت، كم تتوقع نسبة البطالة بغض النظر عن بعيدا عن الإحصاءات الحكومية وأنت تشكك فيها، كم تتوقع نسبة البطالة الحقيقية الموجودة في العراق؟ يعني أنا أتوقع أنه بين 5 إلى 6 مليون نسمة عاطل في العراق، من ضمنهم أكثر من نصف مليون خريج فقط. هذا الرقم طبعا مستند إلى تحليل ترتيب العمري للسكان، من 21 مليون إنسان قطاع العام يستوعب 3 ملايين، قطاع الخاص يستوعب حدود 6 مليون، يبقى عندنا حوالي 6 ملايين عاطل في العراق، وهذا طبعا رقم كبير جدا في بلد يعتبر ثالث يمتلك ثالث أكبر ثروة نفطية بالعالم. نعم أشكرك دكتور رافع الفلاحي. دكتور سأعود لك دكتور رافع الفلاحي، يعني البطالة وغيرها من الظواهر السلبية في العراق، الفقر، انهيار تعليم، مخدرات، فساد وما إلى ذلك، هذه الظواهر الاجتماعية والسلبية اللي عرفها العراق ما بعد 2003، لماذا تركت تتضخم تتغول بهذا الشكل الذي عليه الآن حديث أنه هذه الظواهر خرجت عن السيطرة، كما ذكر دكتور المرسومي أنه البطالة مشكلة مستعصية الآن وأيضا حجمها كبير جدا، لماذا تركت تصل إلى هذه المستويات الخطيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا دعني أستاذ ماجد يعني أرحب بك وبضيوفك الكرام، أهلا وسهلا. نريد يعني قبل أن أجيبك ربما في إجابتي هذه يعني سأعطي ما هو مطلوب الذي تريده، الإجابة المطلوبة. حجم البطالة، عندما سألت هذا الدكتور ضيفك من البصرة عن حجم البطالة أو عدد العاطلين من العمل، أنا أعتقد العدد أكبر من هذا بكثير لأسباب التالية. أن سوق العمل سنويا، سوق العمل في العراق سنويا يدفع إلى سوق العمل نحو 500,000 شخص من الشباب، من خريجي الكليات وخريجي المعاهد والمدارس الإعدادية، يعني من أكمل الثالث الإعدادي.
نحو 500 ألف يدفعون إلى سوق العمل سنويا. أنا أتحدث عن 15 سنة مضت من عام 2003 لحد الآن. أكثر من 80% من هؤلاء الذين يدفعون إلى سوق العمل سنويا يكونون عاطلين عن العمل فقط، بمعنى أنه 400 ألف سنويا يضافون إلى طابور العاطلين. إذا ما ضربنا هذا الرقم في 15 سنة سنجد أن الرقم قد يصل الآن إلى 6 ملايين عاطل. ضيف إلى هذا أن هناك من الفئات العمرية الأخرى القادرين على العمل وليسوا من خريجي الكليات والمعاهد، هؤلاء يعني سنويا يدفع إلى سوق العمل وفق إحصائيات كثيرة يتحدث عن 300 ألف شخص يدفعون إلى سوق العمل. 90% منهم لا يجدون أشغالا، تجدهم على الأرصفة في طوابير الانتظار يعني طوابير العمالة وغيره. يعني حوالي 270 ألف واحد من عندهم سنويا هؤلاء يضافون إلى طابور العاطلين عن العمل. بالتالي أنت لديك 4.5 ملايين عاطل من هؤلاء طوال 15 سنة. يضاف إلى ذلك الحكومة تحدث عن أن 85% من النساء هن عاطلات عن العمل، لا توجد فرصة للنساء للعمل. فبالتالي هناك 150 ألف امرأة سنويا تضاف إلى طابور العاطلين عن العمل أيضا. هذا العدد يساوي 15 سنة 1,250,000 امرأة. نعم. عندما تجمع هذا العدد كله ستجد أن العدد قد وصل خلال 15 سنة إلى أكثر من 12,300,000 عاطل عن العمل. ضيف لهم نحن نتحدث عن 4 ملايين إلى 4.5 ملايين موظف مدني، هكذا تتحدث الدولة ويتباهون أن لديهم يعني موظفين وكأنهم حققين إنجاز كبير بهذا العدد الكبير من موظفين وهو ترهل. هؤلاء بشهادة تقارير أمريكية مرافقة القروض الدولية اللي يستلمها العراق تحدث أنه مجموع العمل المنجز لهؤلاء خلال اليوم الواحد لا يزيد عن 10 دقائق. نعم. فبالتالي من 8 ساعات دوام، 8 ساعات يجب أن يقدم في عمل يقدم 10 دقائق فقط، وأنا أعتقد هذا الرقم أيضا بمبالغة، هو أقل من هذا لكن لنقبل بهذا الرقم. 10 دقائق عندما يعني تضربها في الشهر كامل تجد أنه مجموع العمل اللي يقدموه هؤلاء لا يتجاوز كل واحد منهم 3 ساعات بالشهر الكامل ويقبض عليه راتب. فبالتالي أنت لديك 90% من البطالة المقنعة. عندما تجمع كل هذه الأرقام تجد أن رقم العاطلين عن العمل يتجاوز 15 مليون، قريب 16 مليون عاطل. عندما يتحدث الأستاذ بين بطالة سافرة وبطالة مقنعة تقصد؟ نعم. عندما يتحدث عن 20 مليون هم القادرين على العمل، فبالتالي أنت لديك فقط 4 إلى 5 ملايين فقط يشتغلون من العراق والباقين كلهم في طابور العطالة. هذا رقم مخيف عندما تسمع أن البطالة المقبولة 6% عالميا ويعتبروها مشكلة ويجب أن يجدوا لها علاج. فكم نسبة البطالة في العراق بهذا؟ هم يتحدثون عن 59% لكن الحقيقة الرقم أكبر من هذا. نحن لدينا ظاهرة كارثية كبيرة جدا جدا. نحن بلد بلا زراعة الآن، بلا صناعة، بلا سوق عمل، بلا. ومثل ما تحدث الأستاذ من البصرة قال إنه يعني القطاع الوحيد الذي يعمل هو قطاع النفط، وهذا بتكنولوجيا. فعدد العاملين به قليل جدا والشركات أجنبية تستثمر في هذه الآبار والكثير منها، فعدد العاملين جدا قليل جدا. فبالتالي أنت لديك بطالة هائلة وهذه كارثة كبيرة على العراق. نعم. أعتقد أن هذه الأرقام ستوضح أو وضحت طبيعة هذه الظاهرة التي يعاني منها العراق. نعم. أشكرك. دكتور عبد الحميد العاني، ظاهرة البطالة كغيرها من الظواهر يعني خاصة الظواهر الاقتصادية، ركود، تضخم، البطالة، هل هي مشكلة اقتصادية بحتة تقليدية أم أن لها أبعاد سياسية أيضا؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أستذكر بيت للشاعر أبي العتاهية. نعم. الذي يقول: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. وأنا أقول اليوم: إن الشباب والفراغ والعوز مفسدة للبلاد أي مفسدة. ما مر في الدقائق الماضية على لسان الدكتور نبيل والدكتور رافع أن هذه الأرقام أرقام مخيفة
وتحديدا قال الدكتور نبيل قال مستعصية. هنا يجب أنه نقف وقفة جادة أمام هذه الظاهرة التي هي كارثة تضاف إلى الكوارث العديدة التي حلت بالبلاد. الأسباب الظاهرة لهذه القضية، قضية البطالة تحديدا، هنالك سببان رئيسيان أو أسباب رئيسية اثنان، إما اقتصادية بحتة والتي أشار إليها الدكتور نبيل المرسومي قبل قليل، اللي هي عوامل التنمية، المشاريع، انعدام المشاريع طبعا التنموية واختلال سوق العمل وإلى غير ذلك. نعم. وهنالك أسباب رئيسية سياسية، لكن حتى الأسباب الاقتصادية البحتة ما وراءها، من المتسبب في هذه المشاكل الاقتصادية؟ أليست هي تخبط هذه الحكومات في سياساتها؟ نحن في أكثر من حلقة سابقة مررنا على هذه المشكلة ربما ضمن مشاكل أخرى، لأن هذه مشكلة البطالة مع مشاكل أخرى اللي هي كالتعليم مثلا، الشباب، انتشار المخدرات، الجريمة، هنالك علاقة تبادلية بين هذه المشاكل، كل منها تأثيرا وتأثرا. نحن الآن احنا نتحدث عن هذه القضية ولماذا ظهرت أو تفاقمت أو أصبحت وصلت إلى هذه الدرجة كما أشار إليها الدكتور نبيل أنها مستعصية، وكما ذكر الدكتور رافع من أنها أرقام مخيفة وكبيرة جدا فاقت كل البلاد. يعني الآن أكثر دولة ربما مسجلة رسميا هي 40% ربما هذه، لكن العراق الآن فاق 50 قارب 60%، فهي فعلا يعني مخيفة بشكل. وما هي آثارها هذه؟ سنتحدث عن آثارها أيضا. وقفة. نعم. أيضا وقفة جادة، لأنه هذه مثل ما تأثرت هذه المشكلة بالمشاكل الأخرى فهي. نعم. أيضا تعود، نتحدث على البلاد عن الإفرازات في كل المشاكل أو النتائج الاقتصادية والاجتماعية لهذه الظاهرة، ظاهرة البطالة أيضا في سياق الحلقة. دكتور نبيل جعفر، المعروف أنه للبطالة يعني أو أنواع البطالة هي السافرة والمقنعة، هل البطالة في العراق لها هذين النوعين فقط، بطالة مقنعة وسافرة، أم أن هناك أنواع أخرى من البطالة؟ الحقيقة قبل ما أعرج على هذا وأجاوبك على هذا السؤال، لا بد لي من أذكر رقم ذكرته وزارة التخطيط. نعم. وهو أن وجود 1,357,000 إنسان معوق في العراق. نعم. بمعنى أكثر من 5.2% من سكان العراق هم معوقين. هؤلاء المعوقون بالتأكيد سيتم إضافتهم إلى البابور الطويل للعاطلين من العمل. العفو، كان سؤالك؟ السؤال، ما هي أنواع البطالة الموجودة في العراق؟ نحن نعرف أن البطالة مقنعة وسافرة، وطبعا جاء على ذكرها دكتور رافع أو دكتور عبد الحميد العاني. نعم. هل هناك أنواع أخرى للبطالة؟ نعم. يعني هذين النوعين البارزين من البطالة في العراق، وأسوأهم هي البطالة السافرة. صحيح هناك بطالة مقنعة في القطاع الحكومي، والتقديرات تختلف حول الإنتاجية في العامل العراقي. نعم. بل تقديرات البنك الدولي تقول 17 دقيقة، وتقديرات أخرى تذهب أقل من ذلك، لأنه سياسة التوظيف الحكومية هي بالوقت الحاضر الوحيدة القادرة على التخفيف ولو جزئيا من مشكلة البطالة. ولذلك وجدنا المصانع والدوائر الحكومية تكتظ بالموظفين، ومن ثم هؤلاء الموظفين تصبح إنتاجيتهم الحدية صفر، وأحيانا تكون سالبي. بالنسبة للبطالة السافرة، وهي أقصى أنواع البطالة في العراق، عدم وجود فرصة عمل لأشخاص باحثين عن العمل. البطالة تضرب كل صنوف المجتمع العراقي، هي لا تقتصر على البطالة الأميين أو عدم الخريجين، وإنما تضرب الخريجي جامعات أيضا. تصور هناك أكثر من 10,000 مهندس عراقي بدون عمل، أكثر من 600,000 خريجي الجامعات بدون عمل. هذا الأمر يعني تجميد أحد أهم عناصر الإنتاج والعنصر الأهم، وهو المورد البشري القادر على النهوض بأعباء التنمية الاقتصادية والنهوض بأعباء التطور الاقتصادي في البلد، وبما يؤدي إليه من نتائج وانعكاسات اقتصادية واجتماعية. نحن ليست لدينا بطالة مثلا بطالة احتكاكية،
بمعنى أنه ناجمة من عن تطور التكنولوجيا. العراق بلد من أحد البلدان المتكلفة، قطاعات الإنتاجية أو الخدمية لا تستخدم تكنولوجيات كبيرة بحيث تصبح عندنا هذا النوع من البطالة الفنية أو الاحتكاكية. فقط التكنولوجيا اللي نستخدمها المتطورة في قطاع النفط، ولدينا كوادر عديدة في قطاع النفط، لكن العمالة الأجنبية اللي موجودة في قطاع النفط أيضا زاحم العمالة العراقية، وما يزيد سوءا في العراق ويفاقم من أرقام البطالة هي العمالة الأجنبية الكبيرة. تصور فقط في منطقة كردستان يوجد أكثر من 200 ألف عامل أجنبي، وربما على مستوى العراق يتجاوز النصف مليون، ومعظمهم يزاولون أعمال لا تتطلب مهارات عالية، بمعنى أن السياسات الاقتصادية في البلد جاي يساهم بشكل كبير في تفاقم مشكلة البطالة، فضلا عن عدم وجود دعم للسياسات الاقتصادية لحل هذه المشكلة. مثلا سياسات الانفتاح التجاري اليوم بالعراق حقيقة أثرت سلبيا على القطاعات الصناعية والزراعية. وجدنا قبل أيام أن مزارعين، كيف أثرت دكتور لا سمحت لي، كيف أثرت ما سميت الانفتاح الاقتصادي، كيف أثرت على البيئة الاقتصادية في العراق، وربما أيضا فاقمت من قضية البطالة، ماذا تقصد؟ نعم، سياسات تحرير التجارة، فتح الحدود على مصراعيها، أدى هذا إلى تدفق سلع رخيصة الثمن وخاصة عبر دول الجوار، وهذا أثر سلبيا على النشاط الصناعي. المنطقة الصناعية اللي المناطق الصناعية اللي كانت موجودة عندنا بالعراق والمشاريع الخاصة كانت تشتغل جيدا ورافد مهم لمشاريع القطاع العام. اليوم وجدنا أن قطاع الصناعة هناك الشريك الآن الشريك التجاري الأكبر أعتقد لدول الجوار هو إيران، أعتقد أكبر دولة لها حجم تبادل تجاري مع العراق، يبدو باتجاه واحد أيضا وليس تبادل تجاري. إيران وتركيا أيضا، والبضاعة تجينا من الإمارات، والبضاعة الصينية أيضا، كلها تتكلم عن 50 مليار دولار هي استيرادات العراق. دول الجوار ليس المنتج فقط من دول الجوار، وإنما المنتج في دول أخرى ومناطق دول الجوار هي دول عبور للبضاعة الأجنبية. يعني في مصانع تنشأ في دول الجوار وخاصة في الكويت تنتج لغرض التصدير إلى العراق، وتصدر إلى العراق سلع رخيصة غير قادر المنتج المحلي على منافسته، وذلك أفلست عشرات الآلاف من المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة، والأمر امتد إلى الزراعة أيضا، بحيث هناك عشرات الآلاف من المزارعين اليوم غير قادرين على منافسة السلع الزراعية الأجنبية. وجدنا حالات تذمر كثيرة واحتجاجات بالمزارعين العراقيين وطالبين بغلق الحدود، وحتى لو غلقت الحدود من الوسط والجنوب تأتي من الشمال، والفساد الإداري والمالي أيضا يساهم في تدفق السلع حتى لو أصدرت هناك قرار مركزي بالحماية التجارية. الحماية التجارية جدا مطلوبة من أجل حماية المنتج المحلي، ومن أجل أيضا توفير فرص عمل للمواطنين، لأن هذا القطاع الزراعة الخاص والصناعة الخاص كان يستوعب عدة ملايين من البشر، اليوم معظمهم أصبح عاطل بفعل السياسات التجارية غير صحيحة. ثم هناك مسألة مهمة، السياسة النقدية. الدولار الرخيص في العراق المدعوم من قبل البنك المركزي يساهم في تدفق سلع رخيصة الثمن إلى العراق، وهذا طبعا يساهم في قتل الصناعة والزراعة. احنا بدون الزراعة والصناعة يبدو الحديث عن توفير فرص عمل للمواطنين هو مجرد كلام لا معنى. نعم، أشكرك دكتور، أرجو أن تبقى معي أيضا والضيفين الآخرين. نشاهد هذا التقرير المصور عن ظاهرة البطالة في العراق، ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا في هذه الطاولة.
أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي تبحث في مشكلة البطالة في العراق. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي ودكتور عبد الحميد العاني وأستاذ مادة التنمية والتخطيط في كلية الإدارة واقتصاد في جامعة البصرة دكتور نبيل جعفر المرسومي. دكتور رافع الفلاحي، هذه الظاهرة المستعصية كما يقول الدكتور المرسومي، ظاهرة البطالة، هل تعتقد أنها مشكلة اقتصادية بحتة أم أن هناك تلاعبا سياسيا، توظيفا سياسيا، استثمار سياسي بهذه المشكلة؟ نعم أستاذ ماجد، يعني هناك يجب القول أن هناك خراب متراكم في العراق منذ عام 2003 ويدفع ثمنه، يعني هذه إحدى مخرجاته العاطلين عن العمل. البعض من السياسيين، يعني غالبية السياسيين و من في العملية السياسية تحدثون أنه هذه ظاهرة البطالة، يحاولون بلغة ربما أقل ما يقال عنها أنها ساذجة، يقولون أنه هذه ظاهرة البطالة ليست من صنعنا، ليست من صنع السياسات التي وضعت من عام 2003 لحد الآن. طيب من صنع من؟ يجيبون يقولون أنه يعني يحملون المواطن، يحملون الإنسان العراقي مسؤولية هذه البطالة، يقولون أنه يعني هذا المواطن هم اللي يتحمل مسؤولية البطالة، لأنه ببساطة لم يستطع التكيف مع ظروف المنافسة والعولمة وظروف الاقتصاد العراقي الجديد، نظام السوق لم يستطع أن يعني التكيف معها، وبذلك فالمواطن العراقي العاطل عن العمل هو الذي يتحمل المسؤولية. هذه إجابة حقيقة ساذجة يحاولون بها إقناع الناس. نحن يعني لدينا سياسة اقتصادية خاطئة مشوهة أدت إلى هذا، ليس لدينا خطط تنمية، وهذه خطط التنمية تتبع لسياسات عليا. إن استطاعت الدولة أن تضع خطط تنمية وتطبقها على أرض الواقع، مستفيدة من كل الطاقات، مستفيدة من كل الإمكانيات، من كل الثروات، فهي قادرة بالتالي أن توظف أكبر عدد من الناس، تشرك كل العراقيين، تشرك كل القوى العاملة في هذه عجلة الإنتاج، وبالتالي كل مسؤول عن الإنتاج. هذا غير موجود في العراق الحقيقة من عام 2003 لحد الآن. ليس لدينا، ليس أمام المواطن فرصة إلا أن يذهب للعمل إذا كان له حظوة وله يعني أقارب في أحزاب معينة من السلطة، إما أن يذهب إلى القوات الأمنية والقوات العسكرية فقط، مثل ما قال الدكتور المرسومي في حديثه وحديث دقيق جداً. نحن يعني سوق استهلاكية الآن، سوق مفتوحة للبضائع من الخارج، لم يعد القطاع الخاص قادر على المنافسة على الدخول إلى سوق العمل بالتالي، فهذا كله خارج. إضافة إلى نحن لدينا قطاع صناعي قد دمر بالكامل وخرج خارج الحسابات، قطاع زراعي خارج الحسابات، فبالتالي كل القوى العاملة التي تحتويها القطاع، التي يحتويها القطاع الزراعي والقطاع الصناعي صارت خارج العمل. هذا كل جزء من سياسات دولة عليا هي المسؤولة عنها. نعم. أما نحمل المواطن، نحمل أطراف أخرى مسؤولية هذه القضية، هذه غير حقيقة. وهناك أيضا قضية مهمة جدا، يعني ربما بطالة لدينا مجموعة كبيرة من الخريجين لا يتلائم كثير منهم، يعني مخرجات التعليم لا تتلائم في العراق ومتطلبات سوق العمل. نعم. يعني تجد الشخص المهندس في وظيفة إدارية بعيد عن اختصاصه، تجد طبيب وبالتالي لا تتناسب مع، وهذا يزيد من البطالة أيضا. هذا كل جزء من هذه الخارطة، خارطة البطالة الضخمة المتوسعة في العراق. أشكرك دكتور رافع الفلاح، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. أشكرك دكتور نبيل المرسومي. ظاهرة البطالة، مشكلة البطالة تحولت إلى ظاهرة، كيف تركت لتتضخم وتصل إلى هذا الحد؟ أين المعالجات الحكومية؟ هل كانت الحكومة على دراية بهذه المشكلة؟ هل تغاضت عنها؟ هل اعتبرتها ليس من ضمن اهتماماتها في ضوء الكثير من التحديات الأمنية والاقتصادية التي اعترضت العراق منذ عام 2003 إلى اليوم؟ اعترضت العراق منذ عام 2003 إلى اليوم.
دكتور نبيل لو تسمعني من التليفون اذا سمحت، التليفون خليك بعيد عن التلفزيون، اسمعني من التليفون اذا سمحت. نعم 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 نعم. الحقيقه هي ظاهره تراكميه مساله البطاله تراكميه. نعم احنا ذكرنا قبل قليل ان حدود نصف مليون انسان يدخل الى سوق العمل سنويا في ظل عدم وجود معالجات جاده لمعالجه مشكله البطاله. هذا العدد يتراكم ووصل إلى ما وصل عليه اليوم من بطالة مليونية، وخاصة البطالة بين الشباب، وهي طبعا أكثر أنواع البطالة قساوة خصوصا للخريجين الذين هم في مقتبل العمر. الحقيقة أنه نمط التنمية، أكد مرة ثانية، نمط التنمية السائد في العراق يقوم على قطاع واحد أو ساق واحدة وهو قطاع النفط. قطاع النفط غير مولد لفرص العمل، هو ممكن يولد موارد مالية سهلة، قامت الحكومة على أثرها بتوظيف بضعة عشرات من الآلاف من العاطلين سنويا دفع الموارد المالية النفطية المتزايدة. هذا لم يحل المشكلة لأنه قطاع النفط قطاع خفيف العمالة، كان ويبدو لي بأنه الأموال النفط المفروض أن تستثمر في تحفيز القطاعات الإنتاجية البلد، الزراعة والصناعة، إعادة إحياء القطاع العام وإعادة هيكلته وتزويده بالتكنولوجيا وتوسيعه أيضا، وفي نفس الوقت ضخ أموال إضافية للبنى الارتكازية وفي تحفيز القطاع الخاص، لأنه القطاع الخاص أيضا له دور مهم في التنمية الاقتصادية لكن دوره تراجع، لأنه إحنا بلد اقتصادنا اقتصاد عام، يعني 70% من الناتج المحلي الإجمالي يقوم به القطاع العام والقطاع الخاص لا يقوم إلا ب 28%. فمن جانب أنه القطاع العام أداء تراجع في الزراعة في الصناعة في الخدمات في البنى الارتكازية. دكتور يفترض أنه بعد عام 2003 الاقتصاد في العراق تحول من المدرسة الاشتراكية إلى المدرسة إلى الرأسمالية إلى اقتصاد رأسمالي، القضية هكذا أم ماذا؟ يعني هسه احنا بعيدا عن السياسة، حتى اقتصاد السوق بثلاث أنواع، اقتصاد سوق حر واقتصاد سوق اجتماعي واقتصاد سوق اشتراكي كما هو في الصين. المسألة ما تتعلق فقط بنوع الفلسفة السياسية، يعني حتى لو النموذج الإيراني أو السعودي هي أيضا نماذج قائمة على المساهمة أو المشاركة الآن في العراق. الاقتصاد العراقي على أي نموذج؟ وفق أي نموذج؟ حقيقة لا توجد هناك. المشكلة في العراق أنه الاقتصاد العراقي داخل بالمنطقة الرمادية، لا هو اقتصاد اشتراكي ولا هو اقتصاد رأسمالي، يميل إلى رأسمالية الدولة لا رأسمالية. يعني مثل الجنين المشوه؟ يعني هو هذا المشكلة بالنظام الاقتصادي في العراق. نعم. يعني ما بين ملامح لحد اليوم. نعم. يعني لا هي رأسمالية والقطاع الخاص قائم بدوره بشكل كبير بحيث يولد فرص عمل ويولد مداخيل للناس، ولا القطاع العام أيضا، لكن على العموم نتكلم اقتصاديا زاوية الأرقام من الاقتصاد العراقي ما زال لحد اليوم لغة الأرقام اقتصاد دولة. عندما يساهم القطاع العام بثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي، يعني هذا هيمنة واضحة للقطاع العام على الحياة الاقتصادية في العراق. لكن المشكله مو هنا بالقطاع العام، بالصين اكو 10,000 مشروع قطاع عام، واكو ايضا في جانبه اقتصاد سوق في قطاع خاص يشتغل. المشكله بالعراق احنا ما طورنا القطاع العام، ما بنينا القطاع العام، ما وسعنا القطاع العام بحيث يستوعب، يعني مشكله تحفيز القطاع الخاص يعتمد على القطاع العام. عندما يتطور القطاع العام يتطور معه القطاع الخاص، بحيث القطاع الخاص يوفر كثير من الخلايا الانتاج التي يحتاجها الى القطاع العام. بالعراق السياسة الاقتصادية انتهجت منهج إقصاء القطاع العام أو تهميش القطاع العام، وفي نفس الوقت لم يجد القطاع الخاص دعما حكوميا مستمرا، لا في التمويل ولا في السياسات الاقتصادية. يعني حتى في مسألة دعم المشاريع الصغيرة، عندما يعلن البنك المركزي عن مبادرة ب 5 تريليون دينار لدعم المشاريع المتوسطة والكبيرة وتريليون لدعم المشاريع الصغيرة، فقط المستفيد منها 3% بفعل طبيعة النظام المصرفي، بفعل الضمانات يعني البيروقراطية. بالعراق لا توجد مثلا مؤسسة مالية متخصصة بدعم المشاريع الصغيرة. نعم. الحين في كل العالم، في بنغلاديش مثلا يوجد 200 مؤسسة مالية متخصصة في دعم المشاريع الصغيرة.
بالعراق لا توجد لدينا ولا مؤسسة مالية. إذن الوضع الاقتصادي في العراق يتطلب سياسات اقتصادية متوازنة تستفيد من فائض أموال النفط، لأن أموال النفط خاصة أنه أسعار النفط يستمر بالزيادة، وربما نحن على أبواب الفورة الرابعة من أسعار النفط، والموازنات العراقية ابتداء من هذه السنة راح تحقق فوائد كبيرة. يبدو لي لو كان هناك اهتمام حكومي في إنشاء بعض البنى الارتكازية، خاصة مثلا المصافي النفط البتروكيميائيات، ميناء الفاو الكبير ممكن لو مو هذه المشكلة. واضح دكتور، سنتحدث عن المعالجات أو البرامج الحكومية لمعالجة يعني على الأقل ظاهرة البطالة محل البحث والنقاش في هذه الحلقة. دكتور عبد الحميد العاني، يعني برأيك ما الذي يمنع الحكومات المتعاقبة في العراق من 2003 إلى اليوم وهي تحظى بدعم دولي كبير على كل المستويات سياسي مالي اقتصادي، من أن تضع برنامجا اقتصاديا ناجعا وفعالا لمعالجة ظاهرة البطالة أو التخفيف عن كاهل جموع العاطلين في العراق وهم بالملايين كما ذكر الدكتور المرسومي وتقارير الحكومية أيضا؟ يعني الشارع العراقي اليوم يتحدث على وأكثر من مرة وفي أكثر من ملف يقول لا نسأل أو نقول أن الحكومة لا تستطيع، وإنما لا تريد. لا تريد، لا تريد. لماذا؟ الآن حينما ننظر إلى هذه المشكلة وكبقية المشاكل الأخرى في العراق، هنالك طرفان يسهمان في ترسيخها وفي إيجادها بشكل مباشر أو بغير مباشر. هذان الطرفان، أولا التدخل الأجنبي وهو بداية الاحتلال، نعم، الذي يريد تدمير البلاد بكل حال من الأحوال وفي كل الأصعدة وفي كل الملفات. الجهة الثانية التي هي الفئة السياسية التي ليس لها هم إلا كيف تثري مالها الخاص والربح الخاص. هنا حينما ينظر الشارع العراقي إلى هذه السنين الطويلة، انعدام الخدمات، انعدام المشاريع التنموية، انعدام كلها، ويرى إثراء هؤلاء الساسة الإثراء الخاص، هنا يحدد، يعني يعرف أنه لا توجد هنالك لا دراسات ولا خطط ولا إرادة ولا اهتمام بكل هذه الأمور. فالغاية لهؤلاء دكتور الآن ثمت وعود من الحكومة من الطبقة السياسية ما بعد الانتخابات أن هذه المرحلة السيئة المظلمة في العقد ونصف نحن غادرناها، الآن مرحلة مكافحة الفساد المالي والإداري، مرحلة البناء الاتعاظ والاستفادة من هذه التجربة السلبية خلال 15 سنة، وهي متكررة. يعني الشارع العراقي عرف ذلك ويقول أن هذه الدعايات أو الإعلانات أو الوعود هي تتكرر مع كل مرحلة انتخابية ولا ينفذ منها أي شيء. ذكر الدكتور قبل قليل على أنه الاقتصاد العراقي اليوم، وسألته أنت عن أي اقتصاد، حقيقة الناظر إلى الاقتصاد العراقي وهو فعلا محير هو اقتصاد المنهوب، الاقتصاد المنهوب، القطاعات التي لم تدعم في العراق، لا القطاع العام ولا القطاع الخاص، حتى هذا نموذج جديد لا رأس مال ولا اشتراكي. وبالتالي القطاع الذي دعم في العراق هو قطاع الفاسدين. نعم. وحينما نرى ونجد هذه، ذكر الأستاذ هنا بعض الأرقام التي خصصت أو ادعي أنها خصصت لدعم المشاريع الصغيرة والمشاريع الكبيرة، كل ما يذكر من أرقام وكل ما يذكر من وعود وكل ما يذاع ويعلن عنه من مشاريع ومن أرقام إنما هي وسيلة من وسائل الفاسدين للنهب. وبالتالي من هو المتضرر؟ متضرر الشارع العراقي الذي لا يجد أي خدمة من هذه الخدمات أو أي مجال من مجالات التنمية، وبالتالي نعم. تتفاقم هذه المشكلة. دكتور نبيل، مشكلة الفساد الحكومي المالي والإداري في العراق مشكلة كبيرة جدا. العراق يحتل المرتبة ثالثا في قضية الفساد وفق مؤشرات دولية، مؤشرات اقتصادية دولية منذ 2003 إلى اليوم. كيف ساهم هذا الفساد الحكومي المالي والإداري أيضا في مفاقمة ظاهرة البطالة؟ هل كان له تأثير أم القضية لا علاقة له بالفساد؟ البطالة ما لها علاقة بالفساد؟ لا بالتأكيد، يعني الفساد يساهم باستشراء البطالة من خلال أولا يساهم في تقليل فاعلية التوظيف العام، نعم، خاصة في المشاريع الإنتاجية. يعني السياسيين على العموم ليسوا بعيدين عن الاقتصاد، ليسوا بعيدين عن التجارة والمقاولات، في بعض الأحيان
هناك مصلحة لهم في منع قيام صناعة وطنية أو زراعة وطنية، لأن هذا يقلص حجم الاستيرادات وبالتالي يقلص هوامش أرباح السياسية. هاي مسألة أتت معروفة في العراق، ممكن يأثر في جانب تدفق السلع من الخارج إلى الداخل، يعني حتى لو فرض التعريفة جمركية على بعض السلع، لكن بسبب الفساد يجري إدخال العديد من السلع خارج إطار التعرفة الجمركية، وسلع أيضا تعج بها الأسواق العراقية، سلع رديئة الصنع أو سلع مغشوشة وأحيانا سلع منتهية الصلاحية. بالتأكيد الأمن والفساد، يعني عدم الاستقرار الأمني والفساد، هم وجهان العملة واحدة، وهما اللذان يعيقان الاستثمار بالعراق، سواء الاستثمار الوطني او الاستثمار الاجنبي، ولذلك لاحظ ظاهره بالعراق. دكتور اعتذر منك لان الوقت ضيق، فقط اسالك، هل الحكومه في وارد او هناك مؤشرات على برنامج، وضع برنامج حكومي، اعداد برنامج حكومي لمعالجه مشكله البطاله او الحد منها؟ هل هناك خطه او برنامج حكومي تلمس، ترى، تسمع، معلومات عندك؟ يعني البرنامج لمعالجة البطالة لا يمكن أن يكون بمعزل عن برنامج اقتصادي مدروس الهدف منه تنويع الاقتصاد الوطني، بمعنى أنه المسألة تتعلق بنمط التنمية الاقتصادية في العراق. إذا ما قرر العراقيون أن يقضوا على أن يساهموا بالقضاء على مشكلة البطالة، علينا أن نغير نهج التنمية، وهذا طبعا أمر يبدو لي أيضا مسائل صعبة جدا. طيب لو الحكومة الآن وضعت يعني خطة شاملة ومنها طبعا خطة لمعالجة البطالة، كم من الوقت يحتاج هذا البرنامج ليعطي ثمارا أو نتائج إيجابية، يعني على الأقل في مدى يعني متوسط أو قصير؟ يعني المسألة تتعلق بجانبية، مسألة الإرادة الوطنية، إرادة التنمية. لو توفرت إرادة حقيقية لتحقيق تنمية اقتصادية متنوعة شاملة، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني مسألة تتعلق بإدارة التنمية، كيف يمكن أن نقوم بإدارة رشيدة لعملية التنمية للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة. طبعا المسألة تحتاج إلى مدى زمني، قد لا يكون مدى زمني قصير وإنما مدى زمني متوسط، لكن المهم أن نبدأ رحلة الألف ميم مثل ما يقول الصيني، تبدأ خطوة واحدة. علينا أن نبدأ من جديد بنهج تنموي جديد إذا ما أردنا القضاء على مشكلة البطالة، ولا ستصبح هذه المشكلة ليست مستعصية وإنما ستتحول إلى أزمة، وبالتالي أخطر إفراز لهذه المشكلة على الدولة والمجتمع، على اقتصاد الدولة. بس بدقيقة إذا سمحت، أخطر إفراز للبطالة إذا ما استمرت بهذه الوتيرة أو أنها تضخمت واتسعت أكثر، فتصبح سيف مسلط على رقاب الجميع. البطالة المستعصية ليست لها تداعيات اقتصادية فقط أخي، لها تداعيات اجتماعية كبيرة تتعلق بالسلم والاستقرار الاجتماعي فضلا عن الاستقرار الاقتصادي، ولذلك من المصلحة العليا للدولة العراقية أن تعالج هذه المشكلة. أشكرك الدكتور نبيل جعفر المرسومي، أستاذ مادة التنمية والتخطيط في كلية الإدارة والصاد في جامعة البصرة، كان معنا من البصرة. شكرا جزيلا دكتور. دكتور عبد الحميد العاني نتحدث عن قضية الإفرازات، خطيرة على المجتمع، يعني السلطة ألا تخشى على نفسها، على كيانها، على نظامها، من تجميع ومراكمة هذه الظواهر السلبية التي ربما قد تصل وتتحول إلى قنبلة تنفجر بوجه السلطة، ألا تخشى على نفسها على الأقل وليس على المجتمع والدولة؟ المتابع لسياسة هذه الحكومات من بداية الاحتلال إلى الآن يرى أن هنالك سياسة واحدة، وهي سياسة اللامبالاة بكل هذه المشاكل. وسبب ذلك كما قدمت قبل قليل ما يراه الشارع العراقي، أن هنالك اهتمام بمصلحة خاصة لهؤلاء. ثانيا هنالك سياسة الاستقواء بالأجنبي الذي هو ركز هذه العملية وأسس لها وجاء بهم، ولذلك هو الذي يحميهم ويعدهم بالحماية وفق معاهدات ومواثيق متبادلة فيما بينهم البين. والسياسة الماضية طيلة السنوات الماضية رأينا
أن هذه الحكومات قد استقوت على شعبها بهذا الأجنبي ومارست سياسة الحديد والنار، فحتى يعني الحقوق القليلة هي واجهتها الاعتصامات، المظاهرات في كل مكان، في بغداد، في الجنوب، في محافظة الأنبار، كلها وجهت بالحديد والنار. لماذا؟ لأن هنالك المجتمع الدولي أعطى ضوءا أخضر لهذه الحكومات بقمع هذه التظاهرات، قمع هذه المطالبات بالحقوق. ولذلك نحن أمام كارثة لا تتعلق فقط بالبطالة وإنما تتعلق بكل الملفات الأخرى، كما أشار الدكتور نبيل المرسومي قبل قليل. نعم. أن هذه القضية محتاجة إلى خطة تنموية شاملة. نعم. الخطة التنموية الشاملة بحاجة إلى خطة إصلاح سياسي كامل. نحن بحاجة إلى إصلاح في جميع الملفات المتعلقة بهذه القضية والقضايا الأخرى حتى نخرج العراق من هذه المحنة وهذه المأساة. نعم. الكبيرة. أشكرك. إذن البطالة ظاهرة اقتصادية سلبية لها أسباب اقتصادية مباشرة ولها أسباب أيضا سياسية فاقمتها وأيضا ساهمت في تضخمها وطبعا وبروزها، وربما الأسباب السياسية أكثر حتى من الأسباب الاقتصادية في تضخم هذه الظاهرة. وبالتالي كما يعني جرى في هذا النقاش والخلاصة منه، لا أفق قريب لحل هذه المشكلة، لأن الحل يكون جزء من حل أشمل وهو بيئة اقتصادية أو برنامج إصلاح اقتصادي، وهذا يحتاج إلى إرادة سياسية. لحد الآن الإرادة السياسية غير متوافرة. في نهاية هذه الحلقة لم يبقى لنا إلا نشكر ضيوفنا، وهم كل من الدكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين، كان معنا هنا في الاستوديو وكان معنا عبر الهاتف لأسباب صحية طبعا دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وأيضا نشكر الدكتور نبيل جعفر المرسومي أستاذ مادة التنمية والتخطيط في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة البصرة، وكان معنا من البصرة عبر الهاتف. إن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم في أمان الله.